اهلا بكم نجا مسؤول امني في وزاره الداخليه من محاوله اغتيال بعبوه ناسفه زرعت في سيارته بالعاصمه المؤقته عدن وقال مصدر امني ان العبوه انفجرت بسياره الحمايه الخاصه بمدير عام الشؤون الماليه في وزاره الداخليه العميد نايف الحميدي اثناء مروره في منطقه الشابات المجاوره لاداره امن عدن ومعسكر بدر ونجا العميد الحميدي من حادثه الانفجار تلك كما نجا مرافقوه فيما تعرضت السياره لاضرار كبيره وفي عدن أيضا قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن قوة عسكرية تتبع وزير الخدمة المدنية الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحمت مبنى الهيئة ومنعت الموظفين من الدخول إلى مقر عملهم وأضافت المؤسسة في بيان أن القوة التي هاجمت مقرها اقتحمت مكتب نائب رئيس المؤسسة لتفرض مسؤولا معينا بقرار وزاري سبق أن نقضه حكم قضائي بسبب مخالفته للقانون وعبرت المؤسسة العامة للتأمينات عن أسفها لما وصفتها بالتصرفات غير المسؤوله وغير القانونيه والتي تعيد ما تعرضت له المؤسسه من قبل ميليشيا الحوثي الخارجه عن القانون أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي سيطرة قواته على أكثر من 90% من محافظة أبيان وقال قائد محور أبيان الموالي للمجلس العميد مختار النوبي إن قوات الانتقال دخلت مدينة الشقرة بالتنسيق مع قوات الجيش والأمن وأضاف أن قواته انتشرت في محافظة أبيان بشكل كامل دون قتال ولم يبقى سوى أقل من 10% أجرى مبعوث الأممي هانس جرونبرغ مباحثات مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي بشأن اليمن وقالت ليندي في تغريده على منصه تويتر ان السويد تظل ملتزمه تماما بدعم الامم المتحده والشعب اليمني واهميه البناء على الهدنه الحاليه من اجل التوصل الى حل سياسي للصراع واضافت انها ناقشت مع جروندبيرغ جهود السلام التي تقودها الامم المتحده في اليمن والتقدم المحرز في الهدنه الامميه وكيفيه مواصله البناء على ما تحقق فيها للوصول الى وقف دائم لاطلاق النار وبدء عمليه سياسيه شامله قالت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر ان الامطار الغزيره والفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا زادت من معاناة ملايين المدنيين وفاقمت من انتشار الكوليرا وحمى الضنك والملاريا وأودت الفيضانات التي اجتاحت عددا من المحافظات بحياة عشرات الأشخاص ودمرت العديد من المنازل والأراضي الزراعية والطرقات ومرافق البنية التحتية الحيوية وبحسب إحصائية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أدت السيول إلى تضرر 35 ألف أسرة معظمها نازحة هاته الموجز الى اللقاء